خلينا ناخد الناقد الرياضي محمد شوقي موجود معانا من خلال طبعا محمود شوقي من خلال طبعا مداخله هاتفيه موجود دلوقتي، يمكن هو وتابع بدايه التمرينه بتاعه الاهلي النهارده، التمرينه الاولى استعدادا لمواجهه الجمعه ان شاء الله. خلينا نرحب بمحمود. مساء الخير يا محمود، والحمد لله على السلامه. طبعا مساء الخير يا احمد، الله يسلمك، بحييك وبحيي كل مشاهدينك الكرام. يعني بدايه كده اطمن منك على الاجواء بشكل عام من اول لحظه الوصول للمملكه، وصولا طبعا لاعتقد التمرينه بدات من حوالي ساعه للتمرينه الاولى او لبدايه المران الاول للنادي الاهلي في السعوديه. المران الاول للاهلي خلاص اوشك على الانتهاء، هو مقرر طبعا بالتنسيق مع الفيفا اتحاد الدولي لكره القدم واللجنه المنظمه ان التمرين الاهلي الساعه 6 لحد الساعه 8، خلاص اوشك على النهايه حاليا بالملعب الفرع رقم 3 بمدينه الملك عبد العزيز الدوليه او اللي بتحتضن ملعب الجوهره المشاع الملعب الرئيسي للبطوله. كل اللاعبين شاركوا في المران يا محمود؟ كل اللاعبين شاركوا في المران، مفيش اي مشاكل خالص، الحاله المعنويه مرتفعه للغايه، في تركيز واضح من كل اللاعبين. مهندس خالد مرتجي رئيس البعثه اشرف على كل التفاصيل الدقيقه الخاصه بالتدريبات والانتقالات وما الى ذلك بتنسيق مع الاتحاد الدولي واللجنه المنظمه. كابتن خالد بيبو النهارده عين ملعب التدريب كمان من قبل توجه الفريق لملعب التمرين، وكان معاه الكابتن سمير عدلي وكابتن عبد العزيز المدير الاداري. كمان عاوز اقول لك لقطات، بس خلينا نوه يا محمود ان اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي من تمرينة النادي الاهلي اللي معانا دلوقتي على الهواء. اتفضل يا محمود. الحاله المعنويه مرتفعه الحمد لله، في تركيز وفي اصرار على تقديم صوره طيبه للنادي الاهلي كالعاده العاشق لبطوله كاس العالم للانديه واللي بيستضيف البطوله السعوديه المره دي، ففي حضور جماهيري كبير جدا سوف يدعم الاهلي ان شاء الله في هذه البطوله المرتقبه. عاوز اقول لك انه كولر المدير الفني للاهلي كلف بعض اعضاء الجهاز الفني بمتابعه مباراه اتحاد جده واوكلاند سيتي اللي هتنطلق بعد قليل في ملعب الجوهره على بعد امتار قليله من ملعب الفرع الاهلي اللي بيتمرن فيه دلوقتي احمد. وكولر وباقي الجهاز هيتفرجوا على الماتش في مقر الاقامه مع اللاعبين. الامور كلها طيبه، الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه عضو مجلس الاداره اشرف برضه على كل التفاصيل الخاصه بالرعايه الطبيه للاعبين مع مسؤول الاتحاد الدولي. اعتقد ان الامور كلها تسير بشكل طيب للغايه. انا عارف انه فلومينينزي والسيتي ممكن يتاخروا شويه في الوصول بما انه مشوارهم هيبدا متاخر، لكن هل بعثات الفرق المتبقيه وصلت بالفعل ولا الاهلي يعتبر وصل مبكرا للاستعداد لانطلاقه المشوار يوم الجمعه؟ بص، هو الاهلي وصل مبكرا وده شيء كويس من حيث التنظيم والاستعداد. كمان اوراوا بطل اليابان استاذ احمد وصل بالفعل امبارح برضه الى جده استعدادا لخوض البطوله، برضه من الفرقه برضه اللي بتستعد بشكل كويس للبطوله. البطوله بتشهد مشاركه 7 انديه كبيره، الاهلي طبعا ابرزهم اللي بيشارك في البطوله للمره التاسعه. عايز اقول لك برضه من ضمن الكواليس المهمه انه امبارح كان في ترقب كبير لحفل الكاف اللي الاهلي فاز فيه بجوائز عديده. ردود الافعال كانت ايه؟ يعني بعد فوز الاهلي وفوز بيرسي تاو وهدف كهربا، ردود الافعال عند البعثه كانت ايه؟ شوف، هو يعني قبل الحفل ما يبدا بفتره كان اللعيبه طلعت الغرف بتاعتها. بعد دقائق بداوا ينزلوا عشان يتناولوا العشاء مع بعض في القاعه المخصصه في الدور الثاني بفندق الاقامه اللي هو بالمناسبه في احد الفنادق الجديده بمنطقه جده ويبعد عن الملعب اقل من ربع ساعه. فاللعيبه اتجمعوا مع بعض في وجود الجهاز الفني واتفرجوا على الحفل او بعض اللقطات من الحفل تباعا يعني، وكان في فرحه كبيره جدا بفوز الاهلي بجائزه افضل نادي في افريقيا. لكن طبعا بمجرد الاعلان عن فوز كهربا وبيرسي تاو بالجوائز المخصصه ليهم كان في مداعبات كتير جدا ما بين اللعيبه وبعضها البعض، كان في فرحه بتؤكد عن المعدن الطيب اللي لعيبه الاهلي كلهم مع بعض وفي حاله سعاده بنجاح بيرسي تاو وكهربا في خطف الانظار في حفل الكاف. وكل لعيب حرص انه يهني بيرسي تاو وكهربا على طريقته الخاصه، يعني بالهزار احيانا، التهنئه والمصافحه احيانا اخرى، زي ما انت عارف بقى اللعيبه وعلاقتهم ببعض. بس على فكره، على فكره انا ابتديت الحلقه النهارده يا محمود بانه توقيت الحفل ده جه في مصلحتنا بشكل كبير، واعتقد انه
الدفعه المعنويه اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل بدايه انطلاق المشوار في كاس العالم ساهم بشكل كبير جدا فيها فكره فوز الاهلي في النهايه، بصرف النظر انه النادي او لاعب من اللاعبين، بصرف النظر عن مسمى الجائزه، فكره ان الاهلي يكون موجود في المنافسه على الافضل ده اعتقد يعني هيدي دفعه معنويه كبيره جدا لسكواد الاهلي ان شاء الله. مظبوط، التوقيت فعلا توقيت رائع، مش هتلاقي دفعه معنويه احسن من كده. انت داخل في بطوله عالميه كبيره العالم كله بيتابعها، وانت داخل البطوله وانت بتاخد جايزه على بعد ايام من انطلاقه اول مباراه ليك، بجايزه بتقول لك ان انت الافضل في القاره الافريقيه، وبالتالي انت رايح تمثل قاره باكملها في محفل دولي كبير، وبتمثل نادي عريق زي الاهلي، فلازم تكون عندك الثقه وعندك الرغبه وعندك الطموح لتحقيق مش ميداليه برونزيه بس، للوصول ابعد من ذلك بكثير. طيب التمرين النهارده كان شاهد بعض طبعا الفقرات الفنيه اللي بيصر كولر على تطبيقها، لكن كمان كولر من النوع يا استاذ احمد اللي بيحب المحاضرات النظريه، وبالتالي الايام القادمه سوف تشهد العديد من المحاضرات الفنيه لكولر مع لاعبيه، ودراسه اوكلاند واتحاد جده بعد قليل دراسه جيده جدا. انت عارف الفائز هيقابل الاهلي يوم الجمعه القادم باذن الله في ملعب الجمهوريه نفس الملعب الرئيسي. احنا على بعد دقائق يمكن من انطلاقه البطوله الى اجواء في السعوديه او في جده على وجه التحديد، اخبارها ايه؟ مباراه اوكلاند سيتي واتحاد جده، وسائل الاعلام بتتكلم عن البطوله ازاي وعن الفرق المشاركه فيها؟ عاوز اقول لك هنا قبل ما اقول لك على وسائل الاعلام بقى، يعني هنا يعني زحام شديد للغايه في محيط ملعب استاد الجوهره، انا موجود فعلا في محيط الملعب. انت عارف ان الملعب بيسع الى 65,000 متفرج. الملعب طبعا كامل العدد النهارده في مباراه اوكلاند واتحاد جده، طبعا جمهور اتحاد جده بيملأ المدرجات، اللون الاصفر بيغطي المنطقه بالكامل. لكن ان شاء الله ان شاء الله لو اتحاد جده كسب وقابل الاهلي ان شاء الله جمهور الاهلي سيتواجد، اللون الاحمر سيتواجد بكثافه. عايز اقول لك ان شاء الله الاف من جماهير الاهلي هتكون متواجده في مباراه الجمعه باذن الله. لكن مباراه النهارده جده كلها بتتكلم باسم اتحاد جده النهارده. المدينه كامله باللون الاصفر. الفعاليات جميله، وكاس العالم بيفرض نفسه هنا في الاجواء جدة. عندك في السعوديه اخبارها يا محمود؟ كان في امطار النهارده، امطار غزيره، لكن في مناطق ومناطق، يعني انت ممكن تمشي لمده 5 كيلو في تحت الامطار الغزيره وبعد كده تنقطع الامطار تماما. اهل السعوديه الكرام اشقائنا الاحباء بيفرحوا جدا طبعا بالامطار دي، امطار الخير ما بيشوفوهاش كتير، وبالتالي الامطار دي بالنسبه لهم حاجه جميله. النهارده كان الجو ممتاز، لكن درجه الحراره هل الامطار دي بتعكس درجه حراره منخفضه؟ يعني تقدر تقول اجواء اوروبيه ولا يعني جو احنا متعودين عليه؟ لا جو متعودين عليه طبعا، خاصه في متعودين عليه، لكن هنا الرطوبه لحد ما طبعا مرتفعه، الامطار بتحد شويه من حاله الرطوبه والجو الحار، رغم ان احنا في الشتاء وفي ديسمبر، لكن طبعا انت عارف جو جدا مختلف عن اي منطقه ثانيه في المملكه يعني. لكن بصفه عامه هو جو كوره لذيذ ان شاء الله، اللعيبه تقدر تؤدي ما عليها خلال البطوله. عايز اقول لك حاجه مهمه بالنسبه لجمهور الاهلي. اتفضل. جمهور الاهلي رغم ان هو حصل على التذاكر بكثافه الحمد لله، لكن برضه لسه السؤال المتكرر اللي بتقابله في اي مكان يا استاذ احمد هنا في جده، على تذاكر المباراه، كل الناس عندها امل لسه حتى اللحظات الاخيره والايام الاخيره للحصول على تذكره لمساندة الاهلي يوم الجمعه القادم. عايز كمان اشير الى الدور الرائع للسفاره المصريه في السعوديه اللي ما سابتش بعثه الاهلي من الوصول لمطار جده، في وجود عدد كبير جدا من مسؤولي السفاره المصريه بالسعوديه. المهندس خالد مرتجي رئيس البعثه حرص على توجيه الشكر للسفاره المصريه، وبذلك يكون كل شيء الحمد لله مكتمل وجاهز. عندك تصور او يعني تقدير لعدد الجماهير اللي ممكن تكون حاضره في ملعب المباراه، جماهير الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه؟ احنا سمعنا كده ارقام جات لنا قبل الهوا انه يعني الارقام بتتراوح ما بين 20 او 25,000 متفرج. شوف باذن الله باذن الله باذن الله لن يقل عدد جمهور الاهلي خلال مواجهه الجمعه القادم عن 20,000 متفرج. لن يقل. وهل في تذاكر ما زالت متاحه ولا قصه التذاكر دي انتهت خلاص؟
لا 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 انتهت تماما الحصول على تذكره دلوقتي، اما يكون حد هيتنازل عن تذكرته ويديها لحد تاني. هي دي الفرصه الوحيده، لكن ده حلم طبعا لسه موجود لالاف المشجعين. الحمد لله الاهلي بيحظى بشعبيه جارفه هنا طبعا. طب محمود عايز اعرف بكره في المفروض الفيفا هيعمل جلسه تصوير رسميه للفريق مظبوط؟ بالظبط صباح الغد ان شاء الله جلسه تصوير مطوله، وكمان الاهلي بيتسلم من الشركه الراعيه ليه شركه الملابس الخاصة بكأس العالم. هيكون عليها طبعا الإعلان الخاص بأحد الرعاة للنادي الأهلي. ده كله ده حصل النهارده، وبكره إن شاء الله جلسة التصوير الرسمية للفيفا، ودي طبعا أنت عارف من الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولات الكبرى اللي الأهلي اعتاد المشاركة عليها يعني. طب خليني أسألك كمان، هل في أي جديد فيما يتعلق بأطقم التحكيم اللي هتتولى المباريات بداية من يوم الجمعة؟ يوم الجمعة عندنا ماتشين، اوراوا في كلاب ليون هيلعبوا اعتقد قبلنا، والاهلي واظن يعني غالبا الاحتمال الاكبر يعني اتحاد جده، او الاحتمال الاضعف اوكلاند سيتي. معلش يا زغن الصوت قطع. بسالك هل تم تحديد الاطقم، اطقم التحكيم، طاقم التحكيم الخاص بمباراتي يوم الجمعه؟ لا لسه. الاطقم لم تحدد، لكن النهارده بيدير مباراه الافتتاح حكمة امريكيه. حكمة امريكيه تظهر لاول مره في بطوله كبيره زي دي، وده حدث كبير جدا على فكره. الاتحاد الدولي بيقول هذا الامر اهتمام كبير قوي، لان المحكمات السيدات يعني عملوا شغل طيب خلال السنوات الاخيره، وبدوا الفرصه لواحده منهم او ابرزهم على الاطلاق. هي على فكره ادارت اكثر من مباراه في الدوري الامريكي خلال الفتره الاخيره، وشاركت في عديد من البطولات، لكن ده ظهور طبعا لافت للنظر هنا في جده، ان اول مباراه في افتتاح البطوله تديرها حكمه. كمان عاوز اقول لك انه بنزيما برضو النجم الكبير نجم اتحاد جده بيلفت الانظار هنا قبل ساعات من او قبل دقائق من انطلاق الافتتاح، يعني كل الناس هنا لابسين. احنا شايفين وانت بتكلمنا محمود دلوقتي لقطه احتفال اللعيبه مع تاغ بيرسي تاو بمناسبه فوزه بجائزه الافضل، وانا كنت بتكلم على قصه بيرسي تاو في بداياته، قلت ان تتويج بيرسي تاو بلقب افضل لاعب في القاره بعد يعني حتى من اول ما تم الاعلان عن التعاقد معاه، فكره انه لاعب جاي من اوروبا وانه جاي من الدوري الانجليزي وانه يسيب اوروبا ويجي افريقيا، ما كانش ممكن ابدا يتحقق الانجاز ده ويوصل بيرسي تاو لمعدلات الاداء دي مع الاهلي اللي يتوجها فوز بلقب الافضل، الا لو اللاعب صبر على لانه في هنا درس مهم جدا لكل لعيبه، اللعيبه اللي لسه ما خدتش فرصه او اللعيبه اللي الفرصه كانت معاها وراحت منها، ودرس كمان للجمهور اللي يصبر على لعيبته ويديهم الفرصه ان هم يعبروا عن امكانياتهم بشكل كامل. شوف انا بحييك على الطرح الجميل ده يا استاذ احمد، كلام في منتهى الاهميه اللي يعني لازم كل شبابنا يعرفه. لاعب قادم من الدوري الانجليزي وبيقدم هذا المردود الطيب وبيرجع يستعد مستواه. تاو اضاف كتير جدا لهجوم الاهلي، لكن الاهلي اضاف الكثير والكثير لبيرسي تاو. فاعتقادي انه الجائزه الكبيره اللي حصل عليها تؤكد على مكانته ومكانه النادي اللي بيلعب فيه حاليا النادي الاهلي. كمان بيعجبني جدا باعتبار ان انت بتعرض بعض اللقطات لبيرسي تاو، بيعجبني علاقته بزمايله. امبارح حتى كمان لاحظت يعني حتى قبل كمان الاعلان عن الجائزه، علاقه بيرسي تاو علاقه مختلفه مع كل عناصر الفريق، في حاله حب بتجمعه بكل الفرقه. كل دي خلي بالك امور بتضيف للاعب وبتخليه عنده ثقه في انه يقدم مردود فني طيب. صحيح. اللاعب دايما اللي تلاقيه علاقته متوتره بزمايله مستحيل هتلاقي الناس بتحبه او بتحتفل بيه وبتحتفي بيه بعد كل انجاز حتى لو كان انجاز شخصي. بيرسي تاو نموذج طيب محترف كما يقول الكتاب الرسول. صحيح. واتمنى ان هو يحط بصمه كبيره في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية. الناقد الرياضي محمود شوقي بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا وكل التوفيق، وإذا سمحت لنا طبعا نقدر نتواصل معاك على مدار الأيام اللي جاية نطمن منك ونعرف آخر أخبار بعثتنا في السعودية. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت مداخلتنا مع الناقد الرياضي محمود شوقي اللي عرفنا منها كل التفاصيل مرتبطة بأول أيام الاستعداد الفعلي بقى والعملي للأهلي.